دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الدول إلى المساهمة في إعادة أعمار سوريا في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا والتسوية السياسية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي والإيراني، شدد بوتين على أن الهدف الاستراتيجي المشترك هو دحر الإرهابيين نهائيا والتزام البلدان الثلاث بالمساهمة في تعزيز سيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية. كما أشار بوتين إلى أن الدول الثلاث اتفقت على توسيع التعاون بينها بشأن سوريا، خاصة في إطار مفاوضات أستانا. قد تم دحر داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وبدأ يعود النازحون واللاجئون إلى بيوتهم ومنازلهم، وقد بدأت إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية. وإننا نولي الاهتمام الرئيسي في إطار عملية أستانا لحل قضايا التسوية السياسية للأزمة السورية، وفي المقام الأول المساهمة في تفعيل الحوار الوطني السوري بموجب القرار الأممي. وبهذا الصدد نثمن نتائج الحوار الوطني السوري الذي انعقد في سوتشي ولا بديل لها حتى اليوم.